السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الفضائية التجارية إليكم العرض الأخير لهذا اليوم. أطلق أمدة الدائرة الرابعة حارون رامات حملة التطعيم لاستئصال شلل الأطفال في مناسبة حضرها مندوب الحكومة لدى بلدة جمينة الدقو يعقوبة وممثل وزارة الصحة العامة وشركاء البلاد في التنمية محمد الأمين ومزيد من التفاصيل. من أجل محاربة الأمراض الفتاكة والوقاية منها بالحملات التطعيمية التي تشهدها البلاد هذه الأيام، جاءت انطلاقة الحملة التطعيمية للأطفال ضد الشلل التي نظمتها الدائرة الرابعة بهدف تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سن الصفر وحتى الخامسة لحمايتهم من مرض الشلل. في كلمته عمدة الدائرة الرابعة هارون رماد والتي رحب فيها بضيوف الحفل مقدما شكره لوزارة الصحة وشركاء التنمية في إنجاح هذه الحملات التطعيمية لوقاية الأطفال من مرض الشلل. أما ممثل وفد وزارة الصحة بالبلاد دكتور أمبول ماتو هارمو هو الآخر شكر شركاء التنمية خاصة منظمة اليونيسيف لرعاية الأمومة والطفولة على جهودهم المبذولة في محاربة مثل هذه الأمراض، مؤكدا بأن البلاد لم تشهد أي تسجيل لحالة مرض الشلل في السنوات الأخيرة. من جانبها ممثلة شركاء التنمية كوناتي بيانتو أشادت بالجهود الجبارة للسلطات العليا في تحقيق الصحة للمواطنين، كما أكدت وقوفهم الدائم مع الحكومة في محاربة الأمراض ووقاية الأطفال منها الذين يمثلون جيل المستقبل. في كلمته مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة الدقو يعقوبة ثمن جهود وزارة الصحة وشركاء التنمية في الجانب الصحي للمواطنين. الكارتيه شيف دي كاري خلي ما يخافوا، كان في نادم في الكارتيه أبا قال أو قال الآيلة ما يالا ما يدوم الدولة خلي يكلم الحكومة. في نهاية المناسبة قام مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة وعمدة الدائرة الرابعة وممثل كل من وزارة الصحة العامة وشركاء التنمية بالبلاد بتطعيم بعض من الأطفال إذانا بانطلاقة هذه الحملة.